ولا سامبو اتتوا. هذه حاجة امبورطونت على خاطر يا تلفزنا يا اللي تحبوا ولينا تحت الميديوكريتي، هبطنا تحتها يعني في الاختيارات نتاع العبيد نتاع الانيماتور. يعني اوموان عبيد يزوخ دي كونتوني، عندهم دي سيناريو، عندهم يقولوا باش يوصلوا معلومة باش يكوتشيو عبيد، فما مصلحة في الحكاية. مي دريم ستوري كي ما انتريسي، ما نعرفش كان انت تتذكر قبل الوقت انا عندها كان عمري 33 سنين، عندها ديزون 10 سنين. اول لايف عملته في حياتي على 23 ولا 22 لايف نتاع الاميشن اوربان فان تاع حنا بعد. يعني سيتي بور موا اون ريسبونسابيلتي امير داسوري ان لايف مباشر. فرخه بغيتها، فرخه ما عندي حتى اكسبيريونس. Je l'ai assuré Oriette que t'avais dit qu'il fait aujourd'hui. Oui, non, j'avais un live de 2 heures où t'as arrêté les lives, ça m'a des surpris. Ça voilà, c'est clair. Que tu peux gérer. Ça, Nagasa, ou Gadji, ça a été félicité pour ce que j'ai fait par rapport à mon âge et mon expérience. Green Story, j'admire Kate Live. J'ai fait un certain live déjà. Et le concept, et l'idée, et j'ai le prime. Et le mouchkla. Et يمكن ماني شكون موجوده اول مره في كولا اي جو لو دي افيك اون ديسيبسيون توتال سانسيرمون ماني مالوغوزمون باش نكون نجم نكون موجوده في دريم ستوري. علاش؟ على خاطر مشكله وقت. الحمد لله مطلوبه وسافي بليزير كو ليكيب تحب عليا وفرحانه اني باش نكون معاها ونغزلهم بالكبير، مي ما مشكله وقت حاجه انتسيبل. ماكش باش نجم توفق في الوقت بين يمكن تبارك زياره ودريم ستوري؟ لا هي المشكله مش مني، وانا ريت الغتور لناس فرحانه انه انا باش نقدمها. بيت العبيد داوي انا راني كنت في المستوية عندي 10 سنين دونك نجم نقدها انا ابخي لي زون في كل لاشوري. يقولوا لايف راهو حاجه مباشر، حاجه ياسر صعيبه، راهو حاجه بلوغ ريسبونسابيلتي. المشكله اللي لي دوز ميسيون ابارامون يتعداو ورا بعضهم. Les deux émissions, elles t'aident ou m'abarrent successives. يعني واحدة يعني في نفس النهار ورا بعضهم، خفت لأنتي الناس تتقلق منك يوم. نفس النهار ورا بعضهم يعني ما تقول كنت تراسية في الترين نبتا وحاطة ومحليني وإجوجيه مع ميشان وشيخ عليها. من بعد تريني مرام تنجل وجوها في البارة وزارة مع للجانيلة، وإلا بالعكس ما نعرفش شكون قبل شكون. المشكلة اللي اللي هما ورا بعضهم. انا بون بالنسبه ليا ماهيش مشكله، بالعكس نبدا نشرف التلفزه ونورها كي كونجيري سي دي ديميسيون دو سيت ودي دو كونجيري. المشكله مالا عند شكون مرام؟ مشكله عند فريق البرنامج؟ لا لا ديسيزيون لي برودكتور يمكن لا تيلي. جي با ان فري روتور، انا جي مون روتور دو مون برودكتور دافر بن ماني قال لي ما عندي حتى مشكله كاين ليميسيون تتعدى في نهار اخر. يعني ماهيش قلت نخدم ليميسيون، قال لي ما عندي حتى مشكله كي ليميسيون تتعدى في الهريس. سوف كو لي دو ليميسيون يتعدي ورا بعضهم، دونك انا قررت اخترت دبارة وزياره. مش اخترت دبارة وزياره، دبارة وزياره افونتاجي بديت نطور فيها ديجا. دونك اونجاجي معاهم من قبل، فهمتك. دونك اونجاجي مورال اونجاجي في الاخر، يعني هيك كاخ كبير بالنسبه ليا في زمان كونساي من عنده ونسلو. ليه قلت هاني شن بس دبارة وزارة كين نتار تسمع يعني إيه يقبل تدور بون شو سيكو هو نهار ستة بخايم تايم يبدوها ما نعرفش شو اللي شي الخير ربي سهلو. أنا أكتوالمون عندي دبارة وزارة ما زلنا في دريم ستوري ما نعرفوش، ما نعرفوش شنو قرارهم شنو أمورهم مع التنزل. دونك القرار توا متوقف على فريق دريم ستوري، ما نعرفش أنت توا قلت زوز برامج ورا بعضهم. بورتون نوفل الورتاني كان صرح وقال أنه عنده الأمير وعنده أسهر معنا والزوز ورا بعضهم ونفس الأنيماتور اللي هو نوفل الورتاني. دونك ما فيش قلق نصور عند قناة التاسعة، مشكلة عند الفريق البرنامج المعدين ولا المعد البروديكتور. والله بون بور موا سي با اون ريفيرونس الشخص اللي سميته انا نوفل الورتاني ريفيرونس كي عملش حتى 4 ايميسيونات انا مانيش منيت نفاش اولا. اها عندك موقف من نوفل؟ اي يعني يعني سي سون بروبليم في 4-5 بور موا هو ولد دقانيت ولا ما نعرفش امورهم الدخلانيه شنو هي جو كو با سافوار. يعني سي با اون ريفيرونس بور موا الشخص اللي نحكيو عليه، هذا بيا عايشة كان الاسم بيا ما يتجبدليش جملة، لا حتى حوار وفي حتى شيء. هذا غش كبير على نوفل الورتيني. ديما حاضرة
مع كل احتراماتي وانا نحترمهم اكثر من اللي هما احترموني، بدي الاسم هذا ما يحاولش لا يتصل بيا باش يعمل انترفيو، ما يبعث لي حد باش يعمل انترفيو كيما حاول. انا مانيش مستعده معنا في الورتاني باش تكون فما مصداقيه، والا باردون، هو لو باردون موجود، اما انا مازال خاطرنا تظلمت من شيرت برشا برشا برشا. شنو هي السبب مرة؟ شنو هي اللي صار بينك وبين نوفل؟ خلينا نفهموا معك حتى الناس باش تفهم معك علاش الموقف هذا من نوفل. عجب سواليتات بيني انا ونوفل. فكرني مسير. نوفل عشت قديمة، نوفل كاخونا، نوفل يجي الام يلبسها من راسها، نوفل يعني قريب، نوفل كبديت معاه، نوفل تربيت على يديه كما تقولوا انتم بنت حوار، نوفل يجيب ناس توسخنا في البلاتفورم. على خاطر الجواز ولا على خاطر نوفل ما هزرش بالعشره، نوفل يخلي جيت توصل وتقول حتى كان جيت تصيح الكلام جيب عبد باش توسخ لي سمعتي باش تحطمني. هو ينجم يخدم خدمته كاعلامي، انت تحكيوني على زوجك السابق. الاعلامي البروفيسيونيل ما يدخلش في الرداءه ويعدي في حاجات رداءه. مرام هوني الناس باش تقول لك علاش انت تعطي الحق على خاطرك ممثله ومشهوره تخرج في لي بلاتو وتحكي والطرف الاخر ما ياخوش فرصته انه يحكي. القال مجال مع نوفل انه يحكي بالطبيعه يعطي فرصه، اما فما ميساج يا اختي ما فما حاجات غبيره اذا تمسيه خطوره وصلنا لتمسيه خطوره يعني كبيره ياسر، يعني ما تعدي كلام وميساج بوكال نتاع مراه وراجلها عليه انت ما تسيرش على راجلك وما انت ومرتك ولا شو شو تعزينا الان نيفو تري تري با تري تري با بور موا سيتي با ان ترافاي جورناليستيك سيتي كوا سون ترافاي جورناليستيك شنو ما سؤالي دي جورناليستيك اللي تقل ابار ان 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 يا عايشك بون احنا هذه حكايه عديناها واضح اون سون فو ما نعرفش علاش بدنا عليه على خاطر بيتي لا يسي دو مو كونتاكتي توت سيت سيمين باش يحكي معايا على دبره وزياره وانت رفضت فرانشمون لو كمان الانسان هذا اللي عنده بالنسبه لي لازم نملا ويوفى الموضوع ونتحمل مسؤوليتي في الكلام وان بعد ما يجيش اللي يعني كلام كبير هكا يا مرا كلام كبير كي تقول له لا دين لا ملا مش حلو كمان. لا عبدنا ما لا اذا انا بعرفي اني ندخل بعضي اذا حسني لك بور موا سي بيرسون كي نابا دو برانسيب. انت يا اختي تشتم عبد وتضر وتضر له عائلته وباكي لي امي باكي لي عائلتي راهي انا دخلت فيها غوله. وبعد الوقت هذاك الكل حتى ميساج اعتذار انا وصلت كلمت مرته في الميساج بوكال لتوا عندي نبكي في التليفون يتمنيكوا عليا على ابكيه كيفاش تلحلح بينا وتبكي في التليفون نقرا فيه هذا الشيء عن سفراتي وعلاقاتي. اسمع خلنا ماذا بيا عايشك ما ندخلش فيه خاطر انا صحتي تعبت وقتها انا توا رجعت الحمد لله لبيت وبخير من قبل اما عرفت صحابي وعرفت كل الناس اللي بيا اي لو تخي يتفي تو سال. نحكيو على فما احترام على شخص من جورناليست، انت جوبون تحترم العباد تجيبهم حتى كي تبدا فما حاجات عندك حق تنجم تحكي عليهم تعديهم بكيفة، فما حاجات ما تستفدش بيهم جست تعمل بيرد في نهاية. البيرد هذيك شوف رد قديش يحاسبك عليه ماري. هذا كلامي ايزولاسيون. دونك انت حسب ما نفهم منك تواصلت مع زوجته، زوجته شنو كان ردها مريم؟ شنو هي قالت لك؟ زوجته كي انت تواصلت معاه وغاضتك من نوفل الورتاني شنو كان الرد؟ انا فات اللي توجعت من زوجته على خاطر كي نسمعها في الغاديو زوجته الناس محبوبه ومحليها جيهان ميلاد نحيوه اه؟ نعم جيهان ميلاد نحكيو على جيهان ميلاد نحكيو على جيهان ميلاد انا كان نشيخ عليها جيهان ميلاد انسانه كراها كثيره تتبعث لي حتى البيسكي فرنسا تعمل امها وتبعث لي فرنسا راني نحكي لك على على حاجه فريمون كيما كاسيت تغريت في العباد انا جايين الي اومان ولا لا؟ هل في مشاكل العباد جايين في الغادو ولا اي انا ناس من العباد ولا لا؟ انا كيف ما العباد الكل انا هزيت التليفون كي سمعت اللي داخل الانسان الاخر باش يمشي على نوفل قلت لهم راكم باش تغلطوا غلطه كبيره راكم باللي باش تعملوا راكم يعني باش تجيبوا عبد باختار في القانون اللي تحب راكم غلطين ما تظلمونيش ما تغلطوش معايا امانك ونبكي في الميساج بوكال قلت لها عايز ليش لبيت يعني حبيتهم كاخواتي يقفوا معايا كقناه كامله انا حبيتها تقف معايا خاطر اخواتي في القناه انا لطفي عبدالي اخويا انا وفي نتخايب اخويا الكل هذوما الناس كبرت معاهم راه وقتاش ترقاهم كان مش في شده في ترقاهم وقتاش يا اخي الميساج بوكال هي جاوبتني وقدرت كلامها قالت لي تعال علينا ما مانيغ ما عجبتيش كيفاش نحكي معاها لوكا انا مراه موجوعه نبكي قلت لها
نساعد نفسي بالشحقة هي تقلقت كيفاش أنا نبكي حسيت روح أجلي أتاكي ألوختي أنت يا مرأة ما حسيتش بمرأة ولا كيف تحكي في الراديوات تحل في مشاكل العباد أنا جيت كنت كل حد تحل المشكلة قلت لي أنا راجل ما ندخلش في إكسيتيرا بعد نرقى نرقى للكلام هذايا الكل مع نوف العاود ما عندي بالمكتوب أنا لي كابتور دي فران صار لو بيراتاج نتاع لو كونت نتاع باباراج J'ai eu toutes les captures d'écran, t'as toutes les discussions par la bête d'école. Donc, je trouve que le cours n'est pas très calé. T'as un ordre de signer à l'école, t'as le petit qui taille pour dire, et avec les mains au fil. Donc, je t'achète, et je vais à la fin. Et bien, je vais à la fin, 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 ما تجيش على خاطر باش كسر وتحط مع بيت انا اللي تحت فيا ومال ما عاملين اقسم بالله كي نسمى فما انت ما تنجمش تطلع تعاود تقطع على ساقيه وتعديتوا مرام مرام تعديتوا توا ونصور اللي اليوم عايشه عيشه عاديه قاعده تخدم في خدمتك الشيء هذيك الحمد لله تعديت هذيك اللي قويني الحمد لله به خلينا نبدلوا شوية الجو بضحكة هكا يا مرام بن عزيزة كل ما تجيب حظي نسألك نفس السؤال طلقت يا مرام إن شاء الله ربي خالت وحي وخالتي ما زلت؟ ما طلقتش وإن شاء الله ربي خالت وحي وشجعني تواقفي ما زلت متاولة الحكاية كان حاجة ما عادش مقلقتك وليت حاجة عادية وحاجة في بارتي من حياتك وتوا قاعدة تعيش عادي مش كيما في الأول كيما توا نتصورها أنا من الأول مش حاجة مقلقتني أنا اللي طالبة طلاق أنا اللي بعد أنا اللي هربت أنا اللي حبيت نطلق بعد لو مشاكل أخرى حكيت بوز وناس تحب تظهر على ظهري الناس تحب تخدم على ظهري، إذا نقول لك راهو توا اللي يسمع فيا، السكي واللي بمخه واللي بقدره واللي بعنده تربية وأساس ومديوكاسيون بارونتال صحيحة هو اللي باش يفهمني. يعني أنا 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 المظلومة والناس تستفز فيا وكي نتكلم الناس يدور عليا يقولوا كيفاش تقول يرجعوني للغلطة. يعني نتمنى لحد حد حتى امرأة وحتى راجل يتعدى باللي تعدد بيه على خاطر في تونس كي بقرة تيح ما ندمتش مرام اللي يمكن مشكلتك وليت ماتير معناها في الاعلام ما ندمتش انك خرجتها للاعلام كان خليتها وحدك بينك وبينه لا 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 يسعليك جوستا بوغ سوفي العباد برشا عباد بوغ سوفي برشا عباد وبرشا عائلات في الميردا اقبلي واكثر مني اي تو سكو تو فو غراس ا سا العباد اللي عندهم ديبوزي لي بلانت غراس ا سا ردي سجيده ما زال الحقيقه ما عادش نحكي فيه خلينا نتعدى ونحترم رايك قانون توا ندخل بعضها خلينا نتعدى مش لازم ندخلوا فيها التفاصيل هذيا فيت على روحها وفيت على روحها من قبل يعني عندها عامين هي وفيت على روحها كاحساس كبدن كمخ اما قانونيا مازلت ما وصلتش. باهي الوقت قاعد يجري بينا مرام والكلام معك ما نشبعوش منه شفتك زاده هايضه في الستوريات على مشكله المطاعم اللي تسكرت وكيفاش فما مطاعم سياحيه محلوله كان تلخص لي الحكايه فيسع فيسع مرام خاطر الوقت قاعد يجري. باهي ان فيت انا جيتي ان بو يعني مش كبرت الفالي دايوغ غراس انا وبرشا عبيد اخرين اللي عملوا دي مانيف وهبطوا للقصبه اللي اون براتيك لو ميم دومين. في غراسة تاع اللي إن شاء الله نهار سنين ولي أموان نرجع 50-50 حسب ما قالوا كانت كبيرة أنا راني نهارتها كي نعارك ساعة على لا ديسيزيون مي لا ديسيزيون جو سي أوبليغاتوار دو باش نطبقها على خاطر هذيك في حمايتنا نحبوا ولا نكرو مشكلتي كانت مش الهزيمة كريسي مشكلتي كانت اللي أنا كريسية مهزوزة واللي جيراني كيتباكي ومش يخدموا ونمشي نحاوط بالكهرباء أنا خلي نستخدم هذيك اللي هبلني الحقيقة فما ناس حلال عليهم وناس حرام عليهم. اي ما سامحش با اقسم بالله انا نسكت على حياتي كلها هذيا نضرب بالبوني على روحي وعلى غيري. لقيت بلان بي. الحمد لله سا سي تارونجي توا. الميساج وصل وهذيك علاش احنا مهمين راهو ساعات كلمتنا نطلعوا بها كيما طلعوا كيما نهبطوا. الميساج وصل ان شاء الله نهار سنين نتوكلوا على ربي الناس الكل ونخدموا 50% المهم نخلصوا خدمتنا ونخلصوا الشارج نتاعنا ونعيشوا قد قد. ان شاء الله ربي يحل هالمشكله وان شاء الله هالوباء يتنحى علينا ونرجعوا نعيشوا لاباس يا ربي وصحه الكوب كوبيز كوبي هذيا وليت فضليكة في الانستغرام. ليت حاجه امبرسيونونت يعني مرام والقصه. ناس البارح باينة ناس عيطوا لي رجعوا توا سليمه في الشارع عيطوا لي قلت هالعامله هذيا.
رجعت سليمة فوالا. ما فماش كوبي مريم، أنت حبيت هكا ظهر لك باش تقص قصتك والكلاش اللي صار بينك وعزة بينك وبين عزة سليمان. كاينة حسيتك عانتك، حبيت تقلدها، حبيت تعمل كيفها؟ والله شنو باش نقول لك، هذيك كاين حست حط على روحها، أنا مش مطلوبة في الإحساس نتاعها، وكاينو إحساس على قصة شعر. نقول لك حاجة، إجا باش نحكيو آخر مرة وبربي هالمواضيع، راني العبيد تخدم بيهم على ظهري، جوني مار دو سا، يعني لي جون يكري لو بوز على ظهري، إي جوني مار دو سا. أنا جو في باغي باغ سوليداريتي فيمينين، جو بونس Elle a eu sa dose. Yani, elle a eu sa dose. Je ne sais pas si elle a eu sa dose. 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 Elle a eu يعني ما هاك وليت تستعمل فيها في الانستغرام كوبيز كوبي شنو؟ وليت تستعمل فيها كوبيز كوبي انت زاد؟ اه وي سي ان سلوغان، جو في كري مارك موا افي كوبي كوبي اوسي، سي ان كور ان شاء الله. يا ولا مروه مريم، زعما خسي العبيط الحاجات اللي تبعث لي تعطيني الديزيدي نتاع كوبي كوبي، ماهيش كوبي اند كوبي، هي كوبي 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 كوبي. دونك سافا اتر ان سلوغان على خاطر العبيط الكاو اللي بعثوهم لي نتاع اسبوع يلا يرحمه اللي تحب Mais je veux lui dire, prends la chose du bon côté et ne te fâche pas ma puce. Rien de bien à faire, rien sans rancune, rien de tout le monde. Nous sommes là, 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 nous sommes وكوبي كوبي ما تحكي لي عليها عايشه. هكا سكرنا كوبي كوبي وخلينا نتعداو، وان شاء الله اللي جاي يكون خير، وان شاء الله الخدمه اللي جايه تكون ناجحه، تبرا وزياره وتكون تعمل نسبه مشاهده عاليه. هذا نتمناه لك مريم بن عزيزه. تكون كبيره. كيفاش؟ انا نفسي ثقه الناس بهم تكون ليا كبيره بينا ان شاء الله. مريم هذا اللي نتمناه، ميرسي بوكو اللي كنت معنا، ونتمنى لك برشا توفيق. وين اغنيه الراب؟ راني مازلت نستنى فيها وما نسيتكش. راه اهم 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 امي ما تشاو مش نفطر على روحي يا امي. ميرسي مريم بن عزيزه، شكرا ليك مره اخرى اللي كنت معنا، نتمنى لك برشا توفيق برشا نجاح، وان شاء الله نشوفوك مره جايه هوني بحدينا في الاستوديو. دونك انت هذه مريم بن عزيزة اللي ترجع لكم على قناة التاسعة في برنامج دبارة وزيارة. بعد شوية زهير القنبري مدير قناة حنا بعل باش يكون حاضر معنا. نخرجوا فصل صغير وراجعين. أنا فرحانة وقت ركبت في الطيار.